قمم النوبية. حلقات توثيقية مع الدكتور القامة عبد القادر شلبي. الإعداد والتقديم سمرا مسكا ومدرسة اليوسيد بيل ليلة دافير واحد اتنين ليلة دافير ستة غا مانجونيا كيلو تمانية غا كشفة بسيمانيا اكسكو غودا قول منا اسماريلو سمير بوكاب وسماح شريف. هتبقى جلسة تاريخية مع العلم والقامة النوبية عبد القادر أحمد شلبي. وصلت إلى الهدف اللي أنا كنت عايش في داخل 15-20 سنة قبل هذا. إذن هذه هي اللغة النوبية، وإذن كتبوها بهذا الشكل وبهذه البساطة وباللغة السهلة بدون ما يتوقف، ونحن دلوقتي ما قادرين لا نتكلم بالعربي زي الناس، ولا قادرين باللغة النوبية، ولا نقدر نركب لنا جملتين على بعض، ونخاف ان احنا نتكلم في المجتمعات الكبيرة حتى لا نخطئ في ما يسمى بالإعراب والفاعل ومرفوع ومش عارف البتاعة دي مربوطة تاء النسوة نون النسوة وما إلى ذلك. فشعرت براحة وأنا بصيت كده إلى صديقي محمد خليل كبارة وبعيونه الصغيرة، ولدقائق لم يتحدث أحدنا، صمت كأني بستعيد الألف سنة أو الألفين سنة اللي مضوا، وكأني بستعيد الحدث في مكان. فبصيت له قلت له يا محمد أنا بفتكر إنه اللغة دي كأنه هو خليط من الكنزية والفديتشة في لغة واحدة. فقال لي لقد كانت هذه هي الحقيقة، كانت لغة نوبية واحدة، كانت لغة نوبية
واحدة وكان بيفهموها كله وبينطقوها، وده لغة الكتابة بتاعته. وبعد ذلك أصبحت صداقة وثيقة بيني وبين دكتور محمد. فعرضت عليه فقلت لماذا لا تكتب أنت شيئا عن كيف نستعمل هذه الحروف في الكتابة من جديد؟ نعم. يعني كيف نتكلم نوبين سكر فايو، كيف نستطيع أن نكتب اللغة النوبية؟ فقال لي أنا كاتبة. كاتبة؟ هاي. وين هي؟ فأفتكر كان جزء منه عند أخوي الدكتور حسين، وهو كان يشتغل في المعبد، هم بيسموه المعبد أبو سمبل، في أبو سمبل القرية، في أبو سمبل القرية الأصلية يعني. وهذا سوف يعني يؤدي إلى أن أنا أسافر إلى النوبة الجديدة في كومومبو، وسافر من هناك إلى أسوان وأتعرف على بعض الأصدقاء، ومن هناك أمشي إلى أبو سمبل المعبد، ويمكن أجلس 3 أيام وأحاول أن أنتقل إلى البر الشرقي. وكان عدد من النوبيين متحمسين للعودة، كانوا قد أسسوا قرية جميلة جدا في شرق النيل عند القسطل وأدندان، ولكنني منعت بواسطة البوليس المصري، لأنه قالوا إنه لا، ممنوع فقط للنوبيين المصريين. وللأسف الشديد في ذلك الحين، ما أعرفش دلوقتي، النوبي كان لا يستطيع أن يذهب إلى هذه القرى ما لم يأخذ تصريح في بلده، في بلده، لأن هذه المنطقة أضيفت إلى المناطق العسكرية. نعم. يعني بلاد النوبة من أسوان لحد أدندان، مش أدندان بقى، لحد الحدود الجديدة بتاعتهم داخل الحدود السودانية القديمة، أرجين، إلى أرجين خط 22 شمال لحد جبل الصحابة، دي كلها بقت تحت حماية الجيش المصري أو تحت حكم الجيش المصري بقانون. دي تقريبا رحلتي الأولى، مش كده؟ نعم. وسررت جدا أنا طبعا باكتشافي، لأن الحروف النوبية اللي وصلني من مصطفى عبد القادر هي الحروف الحقيقية. وذهبت إلى أمريكا. نعم. بالاتفاق مع ابن أختي محمد عبد الوهاب، وفي هذه الزيارة كانت محاولتي لوضع الحرف النوبي في الشبكة العنكبوتية. نعم. وهذه الحروف عشان أكتبها الفيت فاير يعني. الفيت فاير بالضبط. لا. الفونت فاير. فأنت عارف عملت إيه؟ أنا كنت في العين، فذهبت بي إلى واحد باكستاني خطاط. نعم. أديته الحروف، قلت له بس أديته ورقة صفحة فولوسكاب، حط لي الحروف ده بالترتيب اللي زي ما هي مكتوب. واللي كتبها لا أعرفه ولا أقدر أسميه، لكن هو خطاط نقل الخط بس. باكستاني نقل الخط النوبي كما رأى مكتوب بخط شوية أنيق ومرتب، بحيث ممكن يتعمل منها حروف نوبي. الحروف النوبية في الفونت النوبي. نعم. أو في فونت فايل. وأنا في هذه الزيارة التقيت بعدد من النوبيين، كانوا في كتار
وكان في عدد كبير جدا من الناس اللي هاجروا بعد الانقلابات الانقلاب الأخير في السودان 75 75 لكن الموضوع كان في سنة 7 أيوة وتسعين فهاجروا من بدري أو ناس طردوا من الخدمة. ووجدت من بين هؤلاء صديقنا نور الدين منان من أبناء كلب من أبناء كلب وهو كان يعني موضوع يمكن الشخصية الثانية أو الثالثة في سفارة جمهورية السودان في واشنطن وكان يرأس في ذلك الحين لما أنا مشيت له كان بيرأس يعني أفتكر هيئة الدفاع عن الحريات وكان بيدافع عن السودانيين اللي وصلوا إلى أمريكا ويريدون أن يجدوا عملا أو يجدوا اللي احنا بنسميها جرين كارد إقامة كارت إقامة وتحدث معي كثيرا أنا مشيت له مرتين مرة وكان هناك في السفارة شخص ما زال في الخدمة كان وهو كان خرج من الخدمة وكنت أنا في ضيافة صديقنا الآخر اللي كان في السفارة وكنت أنزل في بيت السفير ذاته بيت طبعا في كان معمول شقة خاصة ضم للضيافة وكنا ناقشنا هذا ما وصلت إليه أنا من مصر من إنه الخروج كذا وإنه فلان قال وفلان كذا فعرفت إنه منان كان له علاقات طبعا بالخارجية الأمريكية وبيعرف شخصيات مهمة جدا وفي نفس الوقت كان بيعرف العلماء الذين تحدثوا عن النبي بالذات كان بيعرف ويليام آدامز ويليام آدامز وفي ذلك اليوم اتصل هو بويليام آدامز وقدمني له قال له دكتور شلبي مهتم كذا وكذا كذا وجاي من الإمارات وموجود حسا في القاهرة وعايز أشوفك وفعلا كنت على استعداد أن أنا أسافر فقال إنه هو جاي الأسبوع الجاي في واشنطن وسيلقي محاضرة في أفتكر في هناك وحاجة تستغرب الملك في واشنطن في عشرات اللي تقول عليها آثارات مثلا المواقع الأثرية النوبية المصرية السودانية الأنكا جميع الحضارات يمكن في أكثر من 19 متحف أقصد متحف فذكر لي أنه حيكون في المتحف الفلاني في يوم كذا من الساعة كذا فخلاص رجعت إلى المنطقة اللي أنا جيت منها ومعايا مرافق اللي هو الله يمسيه بالخير دكتور محمد نور وبنتي أمل وعلى أن نعود بعد أسبوع لمقابلة دكتور ويليام آدامز وفعلا جينا وكان رجل ممتع وويليام آدامز قضى سنوات كثيرة في كلب آرتي وكان يحمل صورة أراني إياه وجدت أنه هو دي صورته صورة زوجته
ودكتور منان نور الدين. منان هو صبي كده بتاع 14-15 سنة وشغال معهم. المهم وكانت هذا يعني مصدر سعادة جدا ومعرفة وصداقة بعد أن أصبح نور الدين شخصية يعني يتقن اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومترجم ومدافع عن الحريات وما إلى ذلك. وويليام آدمز كان مشهور برضه لما عرفته إنه هو نفس الشخص، هو نفس اللي في الصورة اللي عنده نعم. قبل مثلا 20-30 سنة. نعم. بالمناسبة ويليام آدمز هو من الناس اللي أنقذوا الآثار النبي 64 أبان التهجير. 64 وذكر لذلك بشدة يعني. نعم. قررت إنه أنا أسافر الغرب اللي هو المناطق القريبة لجامعته. واللي مين كان يعمل هناك؟ دكتور محمد عبد الوهاب ابن أختي ده هو أستاذ زي ما قلت في جامعة واشنطن دي سي اللي هو بالغرب مش في الشرق، مش واشنطن العاصمة لا. فذهبت إلى دكتور محمد وسافرنا يمكن 8 ساعات بالعربية، وذهبنا إلى الجهة اللي كان ممكن يعمل لنا الفونت النوبي ده كله وراء ان احنا نخلق الفونت النوبي عشان ننزله في الانترنت ويكون تحت متاح لكل الناس. ما فونت فايل. ففعلا اخده وانا افتكر مشيت من هناك لزيارة زميلة كانت بتشتغل في كاليفورنيا دكتورة لولا. لولا عباس. لولا عباس وهي من ساكاموتو. نعم. بلدياتي وزميلتي في الكلية الطب وفي جامعة الشمس. وكانت يعني أيام جميلة سعيدة. كان معايا أولادي، كان ابني أحمد وأماني حضروا معايا برضو بالطيارة ورايا يعني. وجينا زرنا محمد قعدنا معاه كام يوم ومع الدكتورة لولا، ثم عدنا إلى إيه؟ إلى إلى الشرق، الشرق الأمريكي، الشرق الأمريكي اللي بنسلفانيا. فيلادلفيا. لا فيلادلفيا دي بتعرف الدكتور أوكونر. أيوه. بعد ذلك كان قررت برضو أشوف أحد العلماء اللي كتبوا عن النوبة وعملوا كتب وجو عملوا حفريات في مناطقنا وكونر. نعم. الغريب الشخصيات دي لما زرتها كانوا كم ذاتهم وصلوا إلى 70-80% 80 في العمر، احنا كنا في 60 مثلا. حس يعني بستغرب يعني كبروا يعني كانوا كبار. ولذلك قررت أمشي فيلادلفيا وأقابل أوكونر لأنه عنده كتاب جميل ومقروء وبسيط وهو كتابه اللي أفتكر ما ترجمش كده أقول لك وأنت توريني إذا ترجم. نعم. اللي هو Ancient Nubia The Rifle of Egypt in Africa. لا ما ترجمت. ما ترجمت لا. أيوة يعني النوبة القديمة. نعم. النوبة القديمة المناهض للمصريين في أفريقيا. نعم. كتاب جميل وجميل وجميل جدا، وعنده تفسيرات لحاجات كثيرة جدا. أنا تأثرت بهذا الكتاب، وهذا الكتاب كان عندي هنا لكني كما أنا فقدت حوالي 10 أو 15 كتاب في مراجع. هذا في هذا البيت مراجع مراجع، وهي كانت لأوكونور وويليام آدمز والعدد كبير جدا من الكتاب الأمريكان اللي حفروا في بلاد النوبة
في الستينات ستينات وأدلوا بأحاديثهم الخاصة وبأسرار العمليات اللي كانت بتتم. وفي السنوات اللي احنا مشينا فيها 97-98 كان في ثورة من العلماء السود وهو هم كده يعني متحمسين للنوبيين وللنوبة ويكتشفوا المؤامرات اللي عملوها البيض ضد يعني انه يخلعوا عنك العباية ويلبسوها للتانين. وجميع الحضارة النوبية دي حاولوا يوسموها لغيرنا ولم يقولوا الحقيقة أبدا، لكن كان في عمل كبير جدا. أفتكر إنه شبابنا لو قدروا يطلعوا على هذه الكتب رغم حصلة شيء غريب جدا، هذه الكتب عندما تطبع في أمريكا بتظهر وتختفي. لا. ويبدو أن هناك جهات يعني بتمنع تداول هذا الكتاب. لا. وإنها تصل لجهات أخرى مناوئة لهم وبالذات للنوبيين، يعني ده اللي عرفناه. يعني حتى مقالات صغيرة مكتوبة لصالح إدريس علي. إدريس علي وغيره تلقاها اختفت. نعم. وكتب بتختفي بسرعة جدا، ويبدو إنه في عناصر بتشتري هذا وتبيد هذا، يعني يمكن تحريقه. نعم. بس ما يمشي للقارئ وكذا. عشان كذا أولادنا لازم هم يفتشوا ويجدوا ويترجموا ويكتبوا حتى نستطيع إن إحنا نقدر على الأقل نعيش حياتنا بالطريقة اللي إحنا عايزينها يعني. وأنا في الشرق برضو قررت إنه أشوف أكونر صاحب هذا الكتاب الجميل The Rifle of Egypt in Africa على النوبيين، يعني على اعتبار إنهم هم كانوا هم المضادين أو العقبة اللي بيمنع مصر من الوصول إلى أفريقيا، ولا بد إنهم يدوسوا على هذا التاريخ عشان يقدروا يصلوا له. حتى لما كان يفسر، يعني عندما يقول مثلا ملك من المصريين افتكر بيقول انه ضرب بشدة تماسيح النيل وعرج على اسود الصحراء فأبادهم. فكان يقول إنه هذا التعبير لا يدل على القوة بقدر اعتراف بقدر ما هو يعترف بقوة النوبيين كتماسيح يحرس النيل. وعلى البجة في شرق السودان وهو يحمون الجبال بتاعتهم ويمنعوهم من المرور عبرهم للجنوب. هذا هو أوكونر. بعد ذلك قضيت مدة نراجع الكتاب اللغة النوبية كيف نكتبها مع دكتور كبارة. وفي الوقت ده كنا بنفتكر ان احنا ممكن نعمل مؤسسة بتاع الطباعة، ما دام بقينا الحرف النوبي ونزلنا الفونت وعندنا انترنت ونحن على صلة بالعالم كله والناس مناصرنا في الشمال وفي الجنوب وفي الشرق وفي الغرب وموجودين في البلاد العربية. كنا بنفتكر ان القوة النوبية قوة عظيمة، ولهذا كتبت
كتاب عن مصادر القوة النوبية. هذا المقال موجود في نباتة في الدوكيومنتس، ما أعرفش، أنا آخر مرة شفتها من 4-5 سنوات، ما شفتها من الوقت دي لأنه أنا بقيت ما بقدر أشتغل في الإنترنت ولا أقدر أصبر كثير. هذا الكتاب أنا كاتب فيه أكثر من 18 مصدر من مصادر القوة النوبية، وأرجو أن شبابنا يرجعوا لهذه المصادر ويقروها وينتقدوها ويكتبوا زيها أو غيرها ويحسنوها ويصلحوها. بالنسبة لمصادر القوة النوبية، بعد ذلك كتبت شيء بعد ما رجعت في السودان، افتكر في سنة 93 ولا أروح ما أعرفش، للأسف ما قادر، لكن من يستطيع أنه يجد هذا اسمه مبادرة نباتة للتنمية المستدامة في القرى النيلية أو النوبية النيلية. يبقى إذا مبادرة نباتة في لتنمية القرى، للتنمية المستدامة في القرى النوبية النيلية النوبية. هذا كتبته، جيت من دولة الإمارات أفتكر في 93، واجتمعت بنادي كوشة، كانوا لسه في جمعية قوية جدا، ومشيت النادي السوداني، النادي النوبي العام، ومشيت يعني النادي بوهين، ونادي بوهين واجتمعت بهم، وكنت بتكلم عن التنمية المستدامة في المنطقة النوبية بشكل عام، كأن أنا ماسك النبات من جهة والوعي مستمر، وإزاي ننقل هذا إلى المواقع، مواقع التصنيع. أيوه. بعد ذلك قمت سافرت إلى حلفة، وادي حلفة، إلى وادي حلفة، واجتمعت بثمانية أندية بتاعت غيم وبتاع المجرب وفي نادي ثالث، وبرضو نفس الاتجاه والمحاضرات. وفي كل مرة طبعا في الخرطوم ما عملتش، لكن مما وصلت حلفة أكون بعد ما نناقش الموضوع لجنة نسميها لجنة التنمية المستدامة، ومبنية على مصادر القوة النوبية من جهة، ومن الواقع اللي بنعيشها من جهة تانية. وكان الوضع المزري للتعليم والصحة بالذات كان واضحا للعيان، وكتبت عنه كتاب مل حتلقاه في هذا التقرير قروهة. يعني يبدو لي أنا كل ما أقرأها أنا شخصيا أحس إنه واحد تاني اللي كتبها، وكان بقرأها للمرة الأولى، وكأنه ليه كل كلام بقى لي معنى جديد. ومن هناك أفتكر كان لقائي الأول في عكاشة، بعد كده في فرقة، وتألمت جدا لوضع المدرسة، وكتبت عنها كتاب يعني مبكي، يعني حكاية عايزك تقراها انت بالذات، اقراها كده وشوف ووريني رأيك فيها. بعد كده الى مجركة والى كوشة، ثم اخذت رفاص من الرفاصات اللي انا جايبها للتنمية المستدامة، جبت انا 5 رفاصات كجمعية كوشة، و4 رفاصات خاصة باسم عبد القادر الشلبي، باسم مندك.
منديك واحد، منديك اثنين، منديك ثلاثة، منديك أربعة، عشان أوري الناس إنه في ثروة إحنا عايشين فوقيها وما عارفينها. هي شنو؟ السمك. الثروة السمكية. الثروة السمكية. زي ما الوقت الذهب طلع من تحت رجلينا وشالوها غيرنا، السمك كانوا بيشيلوها غيرنا وما زالوا بيشيلوها غيرنا. لكن برضو هسه الناس بقت تستفيد. وبدأت تستفيد من يمكن التجربة دي، زي ما قال لي أحد يعني الناس المسؤولين في عكاشة. في عكاشة قال لي علمتونا شيء احنا ما كنا عارفينه، كنا بنخجل منه، حاسة بالحاجة اللي انتوا سبتوها. نحن كل بيت على الأقل حق الشاي والسكر وحق الفطور وحق أكله ما بنبات جعانين ولا أي حاجة، لأنه علمتونا إزاي نستطيع. وأنا أفتكر أنه لما أنا بقول لهم أن أنا فشلت في المشاريع بتاعتي، فبيقولوا لي كفاية أنت علمت الناس. أيوة أنت ما فشلت. ووريت فهي نجاح على أي حال. أيوة. أنا بفتكرها فشل. أنت فشلت من الجانب بتاع المال. نعم بالضبط. أي لكن هم استفادوا لأنه. صحيح. هم كانوا ما عارفين وشافوا حاجة جديدة وتعلموا حاجة جديدة. وزي ما المثل الصيني بيقول ما تديني السمك لكن علمني أصطاد. علمني كيف أصطاد. أي فعلا ودي حاجة. للبتاعين. وأعتقد إنه أنا و دكتور محمد خليل كبار قبل أن يموت وهو لم يعيش طويلا، نعم رحمه الله رحمه الله، كنا اتفقنا على أنه أنا أقوم بطباعة هذا الكتاب وتوزيعه على كذا، ويبقى مش عارف نص لتنمية المستدامة أو للثقافة النوبية أو للتوسيع في المجال ده، وجزء مش عارف ليشنو كده يعني، كان في توزيع والكلام ده حلقه أنا موجود عندي في مكان ما داخل هذا المنزل. نعم. ولكنه كان قد توفى فجأة. نعم. وطلب إلي يعني أخوه صديقي حسين. أيوة. إنه أنا لابد إنه أنا أتنازل عن جميع الحقوق اللي موجودة في الاتفاقية بيني وبينه، فتنازلت. نعم. لكن بشرط واحد قلته، إنه أنا أشترط حاجة واحدة، إنه هذا الكتاب يطبع بمؤسسة نوبية. نعم. بمؤسسة نوبية. وصدق الأمر بإنه الكتاب كيف كيف نكتبها دي طلعت باسم مكتب الدراسات النوبية بتاع والتوثيق بتاع سعاد ابراهيم احمد ودكتورة ماجدة محمد احمد واقصد كمال ابراهيم احمد. كمال ابراهيم احمد. ايوه. فكمال وسعاد و ماجد هم الثلاثة. وأنا مسرور إنه العملية تمت بهذا الشكل. والكتاب الأم والكتاب يعني. خلاص وصل. والكتاب الثاني صدر والثالث صدر. ولذلك أنا سعيد بالجزء اللي أنا عملت فيه لنشر الثقافة النوبية والكتاب النوبي. نعم. شكرا جزيلا. طيب شكرا سعادة الدكتور عبد القادر احمد شلبي. خمام النوبية. حلقات توثيقية مع الدكتور القامة عبد القادر شلبي. شدة وروكادو
فنتان اثبت لي السرير يا فنتاني كم سوي لنا توفي لايقا قنيوس ايتنا سابنا قنا اسمار الإعداد والتقديم سمرا مسكا ومدرسة الجوسيل بيل ليلة دافير واحد اتنين ليلة دافير ستقا ستقا قمان قنيا كيلو تمانية كشفة بسيمان ياني إكسكو قودا قول منا أسمار سمير بوكاب وسماح شريف